دي الحقيقة اللي احنا عايشينها بقالنا 8 سنين، انا واسرتي واسره مدام ايناس والصديق العزيز القيصر اخي الذي لم تلده امي واللي لسه ما تقابلناش. ان شاء الله نتقابل على خير قريبا باذن الله، لان ان شاء الله يعني كلمه السر مع قيصر باذن الله. بس اللي انا حكيته ده كله واللي حضراتكم شفتوه ده بيتم تحت غطاء من السلطة، بيتم تحت غطاء من السلطة، ناس محسوبين على أجهزة، على مؤسسات، على أشخاص رسميين بيديروا كل الكلام ده، والكل يعمل لصالح الدجال، والتكليفات تأتي من عنده مباشرة، تأتي من الدجال مباشرة. التكليفات بتيجي من عنده. و يعني أبعاد الأمر أكبر من يعني كتير. طبعا هم نبيل لؤي عاد مصر الجديد، اسف استاذه داليا، صح انا اسف انا غلطت، نبيل لؤي عاد مصر الجديد. المهم طبعا هم ما يفهموش حاجه في التكلفات اللي مكلفين بيها دي، مكلفين بيها ليه؟ لكن الدجال وكبار السحرة اللي حوالين الدجال وكبار المجالس الماسونيه سواء الاساسيه او الفرعيه عارفين لما هو بيستهدفه الشخص ده ليه بيستهدفه. اللي بينفذ مش فاهم، اللي بينفذ واخدها من باب اخر، شيل القصه. لكن القصه ان العبط ده لازم يقف، العبط ده لازم يقف، لان احنا كده بقينا كلنا معرضين للخطر، معرضين للقتل، معرضين للتشويه، معرضين للعاهات المستديمة، معرضين للسحر، مفيش أي حيز للأمان، مفيش أي حيز للأمان. يعني لولا إن الواحد ثابت داخليا، لولا إن الواحد إيمانه بربنا كبير راسخ كده في الأرض، مع كل التهديدات اللي احنا فيها دي، كل اللي انا بقى قدمته ده، كل اللي انا قدمته ده، كل اللي انا قدمته ده، لا كفاية، كفاية يا مصر، كفاية. عشان احنا ما نستاهلش من اللي بيحصل، ما نستاهلش كده، لا البلد ولا الشعب يستاهلوا ان هما كنت هتحكم الدجال. احنا ما ينفعش نبقى تحت حكم الدجال، ومش هنبقى تحت حكم الدجال، مش هنركع لك، مش هنركع لك، فاهم؟ تتشقلب، تطلع، تنزل، تسحر، تسم، تبخ، مش هنركع لك، انسى، شيل مصر من دماغك، ومندوبك ماشي، مندوبك ماشي. خادمك المطيع هيمشي. انا كل اللي هقوله هي ايام، مفيش عاصمة إدارية، مفيش أوكتاجون، انسوا الكلام ده. انت فاكر الرؤيتين اللي انت جيت لي فيهم، فاكر؟ تحب اقولهم للناس ولا خليهم بيني وبينك؟ خليهم بيني وبينك.
شيل مصر من دماغك عشان احنا هنحرق كبدك، هنولع في اي جيش هتبعته، اي جيش هتفكر تبعت من جيوشك مقرته هنا. امر منتهي خلصان. لو هنموت كلنا، لو هنموت عيال ونسوان قبل رجالة، ايه رأيك؟ مش هنسيب مصر ومش هنفرط فيها، ومصر هتقوم بدورها وهتبقى سند الإمام. يا ولاد الوسخ، يا ولاد الوسخ.